السلام عليكم. الفقرة الطيبة في يوم طيب من أيام شهر رمضان الكريم، والفقرة دي طيبة لأن فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي أن يكون معانا الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا مولانا. أهلا بحضرتك. الله يخليك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بداية الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير، اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آمين آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله صلى الله عليه وسلم. مولانا، لو أنا بعمل طاعة واختي مثلا بتعمل طاعه وجارتي بتعمل طاعه، نفس الطاعه اللي احنا كلنا مشتركين فيها، هل في درجات للقبول؟ يعني ولله المثل الاعلى، يعني لما بنجاوب في امتحان فالاستاذ ممكن يديني انا مثلا ايه 9 من 10، ويدي حد تاني 5 من 10، ويدي حد تالت 8 من 10، مع ان نفسينا كلنا يعني مجاوبين نفس الاجابه والاجابات كلها صحيحه، بس ايه اللي يميزني وانا بعمل الطاعه ويخلي فيه افضليه او خليني يعني انا الالفة؟ والله هو اكيد في تفاوت طبعا، يعني هو مش كلنا بنجاوب نفس الاجابه. ولكن يمكن عشان نجاوب بقى على السؤال اللي حضرتك بتساليه، في سؤال مهم برضو ممكن نطرحه. اتفضل. ايه اسمى امنيه الانسان ممكن يتمناها في حياته؟ يعني امنيه واحده؟ لو امنيه واحده يعني الله. يعني لو انا ذكي قوي هقول يا رب ارضى عني، لانه لو رضى عني هيحقق لي كل الحاجات اللي انا بحبها. الله، شفت حضرتك بتقولي ايه؟ يا رب ارضى عني. عاقبة الرضا وكل الاعمال بقى اللي هتعقب الرضا هتوصلني لحاجة واحدة. لو انا اتمنيت اي حاجة في الدنيا هتمنى الاكتر منها والاعظم منها والافضل منها والاحلى منها، لكن في حاجه معينه لو انا وصلت لها مش هتمنى حاجه تانية. الا وهي الجنه. الله. ايوه. اللهم انا نسالك الجنه. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. بس يا رب والنبي انا واولادي وامي واخواتي واسرتي كلها يا رب، والمسلمين والسامعين يا رب العالمين يا رب، كل الناس روح الجنه، بس يا رب كلنا صحبه كده يا رب. اللهم امين يا رب. النبي يا رب تودي حد النار النبي يا رب ابدا، وتجاوز عننا واعف عننا واغفر لنا وارحمنا. اللهم امين يا رب العالمين. الجنه مع عظمتها ومع جمالها ومع توق وشوق الناس اليها وجوزي احسن. انا نسيت اقول جوزي طبعا، ابو عبد الرحمن ده يا رب. انا يعني طبعا قلت اولادي وعيشتي كل حبايبي. اسال الله العلي الكريم جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر الكريم ان يجعلنا جميعا من اهل جنته، وان يدخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب يا رب العالمين. الجنه مع جمالها وعظمتها ربنا سبحانه وتعالى ما جعلهاش درجه واحده. خلاها درجات. سبحان الله. طب درجات ليه؟ علشان السؤال اللي حضرتك سألتي دلوقتي. ان الطاعة حتى لو احنا الطاعة نفسها درجات. كل واحد له درجة معينة. ربنا بيقول لنا في القرآن ايه؟ ولكل درجات مما عملوا. كل واحد بيوصل بالطاعة لدرجة معينة. ولذلك يمكن في آية عظيمة جدا في القرآن بتبين لنا مفهوم كل واحد ومدى العلاقة في العبادة. انت وصلت لأنهي درجة؟ يعني انا واحد بيتصدق، او مثلا الصدقة، واحنا او الصيام، احنا في شهر الصيام، والصيام والصدقة على فكرة الاثنين قرينان، الاثنين الصيام والصدقة زي الصلاة برضه. ويمكن اتكلمنا قبل كده قلنا عندنا حاجة اسمها سر الصاد، سر الصاد فالعبادة اي عبادة انا بعملها أنا ممكن في آية واحدة بس في القرآن أوزن نفسي بالترمومتر القرآني الرباني وأشوف أنا أنهي في أنهي درجة من العبادة. لا طب استنى بقى حضرتك، عشان ده حاجة عظيمة جدا إن طبعا. أنا عندي في القرآن الكريم ترمومتر طبعا أقيس بيه أنا في أنهي درجة طبعا. طب لا دي عايزة يعني عايزة تفصيل. عايز تفصيل، بس للأسف التقرير طيب. هو مش للأسف طبعا، هو مع حسن الطالع يعني وحسن ال أقول إيه مولانا الشيخ
الدكتور احمد عمر هاشم الله بقى موجود معانا، يعني له في قلوبنا من المحبه، ويا رب يديله الصحه والعافيه ويخليه لينا وكتر خير مؤسسه نبض الحياه انها بتسعدنا ببركه وجوده في التقارير. نشوف تقرير ونرجع تاني باذن الله. من اهم خصال الخير في الاسلام سقي الماء، لان الماء به قوام الحياه، ولان سقي الماء فيه بيان للعطاء العظيم والذي يلقى به صاحبه ثوابا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي أن رب العزة قال: عبدي استسقيتك فلم تسقي. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سقي الماء يصورها الحديث القدسي بأنها سقي الله بلاغة وصلت صيغتها النهائية، وتعطي أهمية قصوى لسقي الماء. سقيت إنسانا بيدك، أجريت نهرا، حفرت بئرا، عاونت مع غيرك في تيسير وتسهيل بلوغ الماء. اللهم يسر لنا سقي الماء واجعلنا من الموفقين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بركة الربانيين مولانا الدكتور أحمد عمر هاشم، ربنا يدي لك الصحة والعافية، وجودك بركة. ويعني بعد كلامه مفيش كلام، يعني السمع والطاعة لأوليائنا، يعني طبعا هو من أوليائنا. يعني يمكن والله أسأل الله أن ربنا يبارك في عمر سيدنا ومولانا فضل الدكتور أحمد عمر هاشم بركة وحسنة الأيام والزمان. الله يعني ربنا ينفعنا بعلمه، ويمكن وجوده ودعمه لمؤسسة نبض الحياة يعني إضافة كبيرة للمؤسسة، ويقول لنا عظيمة ده هو إضافة يعني كبيرة جدا جدا، يعني وجوده إثراء لأي مكان يتواجد فيه. ربنا يمتعه بالصحة والعافية، وكمان يقول لنا إحنا واقفين. لا وهو ما يكونش موجود في نبض الحياة، ما أنا بقول لحضرتك، أو ما يوافقش مولانا غير لما، ما أنا أقول لحضرتك بقى المساحة، يبين لنا المسافة أو المساحة اللي واقفة عليها نبض الحياة. يعني وجود سيدنا الدكتور أحمد عمر يعني يزود أي مكان هو يتواجد فيه بعلمه وبأخلاقه. أقول لحضرتك اتفضل. والله العظيم مزود إمتي أنا شخصيا. ربنا يبارك فيك يا رب. أنا في حضرة يعني فقرة من الفقرات بيكون فيها مولانا دكتور طبعًا أحمد عمر هاشم، طبعًا أنا طبعًا إمتي زايدة. ودعي لنا مولانا، الله يكرمك، دعي لي ربنا يا رب. دي بركة الصالحين بقى. والله دي بركة الصالحين اللي هتاخدنا إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى في حتة تانية في الأعمال الصالحة وفي الدرجات اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. كلمنا مولانا عن فضل سقيا الماء. سقيا الماء احنا مستنيين ايه؟ هنقدر نتكلم بعد كده؟ يعني لا مش هنقدر، نتكلم بس مش هنقدر نتكلم الحقيقة. اهو برضو احنا حضرتك وقفنا عند ان القرآن الكريم به ترمومتر قياس. الله. فنربط نربط كلام حضرتك بكلام مولانا. طيب سيدنا الدكتور احمد عمر بيكلمنا على فضل سقي الماء في كل الانشطة الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة، والحقيقة هي رائدة في العمل ده وفي النشاط ده تحديدا، سواء في وصلات المياه او في الابار الارتوازية او ابار تجميع مياه المطر، او حتى محطات التنقية والتحلية، الحاجة الجميلة واللي بتبهج وبتسعد الناس وبتحقق استفادة عالية جدا لقرى بالكامل. ولكن عايز اربط الكلام ده واشوف انا في انهي درجة بقى، وانا بقى النهاردة بتصل وبعمل عمل صالح، او انا بفكر لسه، او انا لسه شيطاني متغلب عليا ونفسي الامارة بالسوء مش مساعداني ان انا اشارك. اقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن: ثم أورثنا الكتاب. ربنا أورث الكتاب مين؟ الذين اصطفينا من عبادنا. الله. يبقى احنا ربنا اصطفانا واخترنا علشان نكون من ورثة الكتاب العظيم.
من ورثة القرآن، احنا أمة القرآن اللي نزل في شهر رمضان. طب نشوف احنا بنعمل او احنا في انهي درجة من الدرجات بقى في تعاملنا مع القرآن ومع اوامر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، من الصلاة والصيام والصدقات والاحسان الى الناس، كل الكلام العظيم ده احنا في انهي درجة؟ ربنا يقول لنا فمنهم ظالم لنفسه. يعني في واحد هيرث الكتاب بس مع ميراثه للكتاب هيكون ظالم لنفسه. معقولة؟ اه طبعا. ومنهم مقتصد هيمشي خطوة ويرجع خطوة. ومنهم سابق بالخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين بالخيرات يا رب العالمين. دي درجات القرب بقى، دي درجات قبول الطاعة، درجات الأعمال، درجات قبول الطاعة. نقدر بالترمومتر الرباني اللي في كتاب ربنا أقيسا في أي مساحة من ربنا. أنا ظلمت نفسي وما عملتش بما ورثت من الكتاب الكريم، أنا يعني شحيح وبخيل على نفسي إني مش مساعد نفسي وبعمل طاعات بكامل الإخلاص، أو أنا سابق بالخيرات. يعني هتلاقي حد دلوقتي مجرد ما وإحنا بنتكلم تلاقيه رفع التليفون و15-740 ألو أنا عايز أشترك معاكم باللي أقدر عليه. والسابقون السابقون أولئك المقربين، هو ده اللي بقى بيتسابق في إن هو يوصل لربنا سبحانه وتعالى. طب ممكن نشوف تقرير ويجعلنا يا رب بعد اللهم التقرير ده من السابقين، من السابقين يا رب. نشوف التقرير ونرجع لحضرتك. فرحة جديدة بأبو سام مؤسسة نبض الحياة اللي بتلف أنحاء الجمهورية. احتفال غير عادي، المحطة معمولة بأحسن جودة وأحدث حاجة. هي أساس الحياة وأساس الصحة. هتشربوا مياه نظيفة. النهاردة الفرحة بطعم مختلف، بطعم المية النقية في محافظة الغربية في قرية شبرابيل مركز الصنطة. النهاردة العيد، أيوة النهاردة والله عيد، النهاردة كل سعيد، صغير فرحان والكبير فرحان والعمدة فرحان. ربنا يكبر كل خاطر واحد حط جنيه في المية. شفنا فرحة الصغير قبل الكبير، شفنا فرحة الستات، شفنا فرحة الأمهات اللي كانت بتعاني. عشان كده أنا بقول عايزين الفرحة دي تتنيها مستمرة زي ما ربنا أكرمكم يا أهل الخير ودخلتوها، شفتوا الفرحة عاملة إزاي؟ إحنا فرحانين بكم وبوجودكم كلكم إن شاء الله. ايه الجمال والميه وطعم الميه وجمال الميه وحلاوه الميه. بنشكر مؤسسه نبض الحياه ان هي جابت لنا ميه نظيفه وجميله. يعني في تقنيه عاليه معموله زي الكتاب ما بيقول. احنا محتاجين اهل الخير الكرام دايما يدعمونا، اللي هم دايما في ظهرنا بيقولوا لنا روحوا اي مكان وما تقلقوش واكبروا بخاطر الناس وبشروهم وطمنوهم ان المدد جاي لهم في الطريق. من اهل الخير منتظرين حضراتكم، منتظرين دعمكم حتى لو بالقليل، القليل هيفرح ناس كتير زي ما حصل في شبرابيل. طب والله الفرحة معدية. يعني التقارير المبهجة اللي هي بتاعت النتائج بتاعت حضراتكم. أنا فرحانة وأنا الحقيقة ما شاركتش، فما بالكم بفرحة اللي شارك اللي ولو سبب بمية جنيه في انه يعمل محطة التحلية دي. الله يجعلنا من بركاتكم جميعا يا رب العالمين. الحقيقة يمكن التقرير بيقول لنا يعني قد ايه. شفت حضرتك احتفالية الناس وفرح الناس وابتهاج الناس. ده انا حسيت والله العظيم البهجة وصلتني. والله العظيم بيقول لنا فعلا، بيترجم لنا قد ايه الناس كانت محتاجه للميه دي، وقد ايه ان المحطه التنقيه والتحليه دي كان الناس كانت محرومه. وفعلا الناس كانت محرومه من حاجه زي كده. تلاقي القريه بالكامل متجمعه بتشهد عرس جديد، عرس سعيد في قريه شبرابيل بمحطه تنقيه وتحليه. ربنا يبارك لكل واحد ساهم ولو بكلمه، ولو بكلمة، وكان بيدعو ولو بكلمة ان ربنا سبحانه وتعالى يبعتها للناس هناك. ولكن احنا ربنا كرم الناس هناك في شبرابيل بالمحطة دي.
وكرم ناس قبلهم بمحطات تانية، ولكن الحملة لم تتوقف ولن تتوقف على الأماكن اللي احنا اشتغلنا فيها. احنا مستمرين في محطات التنقية والتحلية. أحد الأنشطة المهمة جدا في حملة سقي الماء اللي بتقوم بها مؤسسة نبض الحياة، ولكن بدعم حضراتكم هنطرق أبواب كلنا محتاجين ان احنا نفتحها وفي أسرع وقت ممكن. الأماكن اللي احنا بنشتغل فيها أبار توازية في محافظات الصعيد محتاجين المحطات دي يعني بشكل كبير جدا، لأن المياه هناك فعلا محتاجة تتغير بشكل عظيم. فمحتاجين الدعم، محتاجين المسارعة، محتاجين ننتهز الفرصة، واحنا في شهر البركة. البركة اللي موجودة فيه دي لازم تحل علينا، تحل علينا النهاردة قبل بكرة، ما تستناش لبكرة، مش عارفين بكرة فيه ايه. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال يا رب. بكرة فيه كل الخير لينا كلنا يا رب ان شاء الله. بقينا رحمين ببعض، وربنا هيرحمني لو انا رحمت واحد انا شايفاه محتاج، حبزه للخير هيترد لي اضعاف، يترد لي في صحتي وفي رزقي وفي مالي وفي ولادي، وربنا حتى لو في قضاء او قدر ربنا يخففه ويلطف بيا فيه. يعني شهر كريم وشهر فضيل، ويعني الخير فيه واجب علينا، واجب لمصلحتنا. بلاش نتباطأ، بلاش نبقى بخل على نفسنا، نحب بعض كده ونرحم بعض ونساعد بعض ونكون من السابقين يا رب، ونكون من السابقين في اعلى الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم ايه سابق بالخيرات باذن الله. اللهم اجعلنا اللهم من السابقين بالخيرات نحن واياكم. امين. ربنا يرزقكم الخير. 15740 بمنتهى الالحاح وبلا خجل، ارجوكم اوعوا تكسلوا، اعملوا اسهم بينكم وبين اصحابكم، او بينكم وبين جيرانكم، او بينكم وبين زمايلكم في الشغل، ويلا بسرعه قبل ما الشهر يخلص كلنا نشترك في الخير. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وانستني. ربنا يبارك فيك. للاسف الفقره خلصت، بس استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم. النهارده تجمع بيتعمل كل سنه الشركه بتعمله كل سنه، وهو افطار سنوي لموظفين الشركه. من حسن حظنا طبعا كان التجمع موجود فيه سياده الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماه وطن، وامين عام الحزب اللي هو طارق نصير، والمتحدث الرسمي الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماه وطن. كان لنا الشرف ان احنا نلتقي النهارده ونتجمع في الافطار السنوي للشركة الوطنية الكويتية. كل سنة وانتم طيبين. اتجمعنا بالخير ان شاء الله، ويا رب نكون مع بعض على طول كل سنة في تكريم الموظفين اللي في الشركة، وتكريم رؤساء الأحزاب، وتكريم المميزين في مصر. نوعدكم إن شاء الله بإذن الله الشركة الوطنية الكويتية كل سنة بيبقى فيه جديد. احنا المجموعة الوطنية الكويتية ومجموعة شركاتها دايما بتحرص ان على فترات انها لازم تكرم كافة العاملين اللي موجود داخل الشركة وبكافة الأنشطة بتاعتها. الشركة الوطنية الكويتية هي الشركة الأم، متخصصة في عدة مجالات منها الصناعات الغذائية والاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والصناعات الأسمنتية. وأنتجنا الحمد لله إيجي بوتشر، ودخل السوق المصري بقوة الفترة ديت، وهتسمعوا الفترة القادمة إن شاء الله عدد كبير جدا من الفروع في أنحاء القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والدقهلية وحتى الصعيد، ثم إن شاء الله بإذن الله هنطلع على قطاع الخليج في الكويت وفي المملكة العربية السعودية وفي البحرين وفي أبو ظبي وفي قطر إن شاء الله بإذن الله. الدعوة دي النهاردة إحنا بنلبيها نظرا للمساهمة الوطنية اللي بتساهم بيها الشركة الوطنية الكويتية وعلى رأسها المهندس محمد الجمال في توفير الأمن الغذائي وتوفير كل ما يحتاجه المواطن في مجال اللحوم، وتوفير هذه القدرة الخاصة على وجود نوعيات من اللحوم في منافذ الشركة فائقة الجودة. وده اللي احنا بندور عليه، انه نقدم للمواطن المصري حياة كريمة حتى على مستوى
الخدمة. الشركة الوطنية الكويتية دي شركة معمولة أساسا كان هدفها يعني خدمة المجتمع، وكان أهم حاجة عايزة فيها حاجة فيها إنها توفير المواد الغذائية زي اللحوم للمجتمع، وخصوصا هي اللي أحيت سلالة البرقي في اللي كانت بدأت تنقرض في مصر، بدأت تحييها. بدأنا في المزرعة بتاعت العالمين حوالي 1000 فدان في العالمين، وبدأنا إلى جانب تربية الأفكار على طرق صحية بحيث تبقى مفيدة للناس وبأسعار تكون مناسبة للمجتمع. الحقيقة الوطنية الكويتية هي من الشركات الرائدة في السوق المصري في الإنتاج الحيواني والزراعي، وفي الحقيقة بتقدم مجموعة من المشاريع المتميزة جدا اللي بننتظر إن هي تاخد شريحة أو تغطي شريحة جدا كبيرة جدا من احتياجات السوق المصري في الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي. ما احنا ماشيين في الحياة فاحنا بنحتاج لعلم سادتنا الأكابر من علمائنا الأفاضل اللي بينورونا ويبصرونا، ومنهم بنستفيد ويعني بناخد البركة كمان والعلم من حضرتهم. في شوية أفعال كده بتحصل في حياتنا، كلنا بشر وممكن كلنا نرتكب ذنوب ومعاصي، لكن في فرق بين إن أنا أرتكب ذنب أو معصية واستغفر، أو إن أنا أرتكب ذنب ومعصية وأجاهر بيه وأعرضه بمنتهى القوة على إنه أنا عارف إنه معصية بس أنا بأجاهر بيه، وأي حد فيكم يكلمني يرد عليا وكلامي. أنا بحس الحقيقة يعني بإحساسي كده يعني طب ليه؟ بس برجع بقول تاني، هل عقوبة الذنب أو المعصية بتتضاعف لما أجهر بيها؟ وهل لو عملت ذنب ومعصية وبعدين نفسي لمتني واستغفرت ربنا بيغفر لي؟ فإن شاء الله ربنا يا رب يغفر لنا جميعا، لكن أنا شاكة في حكاية إن أنا لما أذنب وأعصي وأجهر بالمعصية إن أنا كده بقطع كل الخيوط اللي بيني وبين رحمة ربنا. بيشرفني في الفقرة دي وبينورني الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، وأنا بشكر حضرتك لأنك يعني ما بتتأخرش علينا لما بنتصل بحضرتك. ربنا يعزك، بس يعني ربنا ينفع بحضرتك وبعلمك، يا رب يبارك لك يا رب ويفيدنا كمان يا رب يكرمك. إيه رأي حضرتك بقى في الناس اللي هم زي حالتنا ممكن يرتكبوا ذنوب أو معاصي ويستغفروا وزي بيقولوا إيه يعني يبقى مخزي كده في نفسه إنه عمل ذنب أو معصية، وحد تاني يعصي ويذنب ويطلع يقول لك انا بقى بعصي اللي فيك واخد وكالة ربنا يجي يحاسبني؟ الحمد لله الذي اعزنا بالايمان وكرمنا بالاسلام وشرفنا بالانتساب الى نبي اخر الزمان وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيي حضرتك على اختيار الموضوع لانه بيعبر عن اهتمام بالواقع. أيوه. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم عشان يعني عليه الصلاه والسلام برضو عشان ندي للناس فضلها، شريهان زميلتنا رئيسة التحرير ومعاها اخواتنا ندى وندى هم اللي مسؤولين عن يعني الفضل يروح لهم برضو لانه ياخدوا ثواب معانا. احنا بقى لنا كام حلقه نشكر فيهم ده. معلش حقهم انت حاجه عشان برضو ما ينسبش ليا انا. انا يعني مجرد يعني ما شاء الله ربنا يزيدك من فضله. الله يخليك. فخلينا نقول حاجه مهمه قوي، ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا بابا من اعظم الابواب وهو باب التوبه. سيدنا النبي يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. والندم توبة، ده حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الندم مجرد ما ليش دعوه بحد، أنا عملت حاجة وفكرت فعمال أندم وعمال أكل في نفسي يقول أنا ليه اتورطت الورطة السودة دي، وبكلم نفسي يعني بحوار داخلي. قال النبي الندم توبة والتوبة تجب ما قبلها. إلا أن هناك صنف من الناس شديد الظلم لنفسه، شديد التهكم على الدين، هؤلاء هم من رفضهم الله ورفضهم رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده الإمام البخاري عن سيدنا أبي هريرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين.
يعني ايه معافى؟ كلمه معافى اي ان الله سيعفو عنهم. ادي فهم. الفهم الثاني معافى اي ان الله يمدهم بمدد من عنده فيبتعدون عن كل مواطن الزلل والمعاصي التي ينال بها غيرهم سخط العلي الاعلى وهو الله جل في علاه. وان من المجاهره يعني سيدنا النبي كمان بيقرب لنا علشان يعني ده اسمه ايه تفصيل بعد المجمل يعني بيدينا مثال بسيط. أيوة. ان يعمل الرجل ذنبا فيستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله يقول يا فلان انا عملت كذا وانا عملت كذا وانا عملت كذا. وهكذا نرى ان هناك طائفه من الناس كانها بتفتخر بمعصيه ربنا. المجاهر مصيبته كبيره ليه؟ لان حتى السوشيال ميديا كده بعض الناس كده الاسبوع اللي فات قال لك انا اكلت وشربت في الشارع وعملت وسويت. يا اخي بدعي لك بالهدايه والله يعني لان انا علقت على الصوره دي قلت ايه؟ افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. انا قريت اعتذار لهذا الشخص ايا ما كان هو اعتذر ايا ما كان لما شاف ان يعني التيار شديد وان فعلا ما فيش مبرر ان انت تجاهر حتى لو ربنا يشفيك يعني يا رب يشفي كل مريض ما بنقولش لكن هو اعتذر انه تسبب في ان الناس فهمت غلط انه بيجاهر بمعصيه. طيب خليني اقول لبرنامجك حاجه فضل. كون ان انا توب ده حاجه جميله كونه يتوب دي حاجه ليه هو لكننا احنا ما بنحكمش على الاشخاص ما بنقولش فلان في الجنه وفلان في النار لكننا نتحدث عن الفعل كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. في ازمه المصريين عايشينها الاسابيع اللي فاتت وهي ازمه من غير لازمه يعني ايه يعني انا لا افهم ان تيجي حد في صحيفه يسالني هو انا ممكن اعمل اكل في رمضان ولا ما اعمل ما تاكل يا عم وحد حشك هو حد يقدر يمنع مطعم ان هو يقدم الطعام للمسلم والغير المسلم طبعا. يعني هو انت لو بتعمل اكل وانا ابراهيم رضا الشيخ الازهري قررت افطر هو انا لما افطر يبقى انا وديتك في داهيه يا جماعه بلاش ان احنا نعمل شبك حوالين نفسنا ونتكعبل فيها ونرجع نقول اهو شوفوا بقى بيعادوا الدين وما بيعادوش الدين. اولا التصرف بتاع بعض المطاعم او المطعم ده تصرف عامل بسيط ما عندوش اي وعي خده من اداره لا تفهم هي اداره لا تفهم انا بقولها لك على الهوا على مسؤوليتي ليه؟ لان ما فيش حاجه اسمها انا فاتح مكان للطعام ارد فيه سائل عن الطعام حتى ولو في نهار رمضان هو انا ملزم ان انا اديك تقرير عن حالتي؟ مش ممكن لا. انت بتشوفني باكل باكل خلصنا انا صايم صايم خلصنا يعني يجب ان احنا ما نتحشرش في بعض. نحن اصبحنا نمارس وظيفة الالوهية بنفتش في ضمير بعض انت بتاكل ليه لازم بقى يقول لي ان انا جرجس او انا طب حتى جرجس مش هاكل في المطعم لا احنا محتاجين فكرة الوعي الوعي اللي هو هيباعد بيننا وبين حالة من حالات التردي والتشدد. ومن امتى صحفنا بتطلع فيها صحيفة يقول لك ايه هو انا ممكن اقدم الاكل للكافر والله لا إله يعني احنا الله. عندنا الكلام ده في مصر يعني احنا بلد الازهر بلد الاستنارة بلد الوسطية بلد الاعتدال. وفي حاجة غريبة بقى زي ما بنقول في اسم على من يجاهر في متربص وانا قلت لحضرتك في حالة من الحالات أيوة. هذا الوطن الشريف ابتلي بطيارين طيار شديد التخلف وطيار شديد التطرف العلماني اللي هو قاعد لك على الوحدة لو واحد بسيط عمل حاجة فهو عايز يبروزها ويكبرها. هديكي مثال الدنيا قايمة دلوقتي على ايه جزء منه ظلم المرأة في واقعنا المعاصر. الست لما بتطلق تقدر تاخد نفقة؟ لا. أقولك للإجابة ليه؟ لأن الدولة ملهاش مزاج. لو الدولة لها مزاج تتدخل بقانون رادع خلصنا مانيش محتاجة أجيب الشيخ أقعده في كافيه ويتصور وهو قاعد بيحب في واحدة لسه مرتبطة وعلى ذمة راجل. هذا يسيء هذا يسيء. لكن فكرة ان انا بتربص بكل ما هو طيب احنا محتاجين نراجع نفسنا محتاجين يبقى عندنا سلامة النية اللي علمها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واقول لحضرتك برضو يعني انا كانسان يعني كمشاهد او كيعني فرد من افراد هذا المجتمع انا الحقيقة شايفة بقى في التراس مؤيد لليمين والتراس مؤيد للشمال والمسألة ابتدت يبقى فيها خناقة بعدت عن الدين
بقى فيها شخصنه. ما هو فلان بطل لانه بيدافع عن كذا وهو طالع معتز ببطولته وبالالتراس بتوعه اللي بيقولوا له برافو عليك يا هيقبض من اليوتيوب في الاخر. يعني بالظبط عشان اكلمك بصراحه يعني حتى ولو كان شيخ يعني انا بقولها لك زي ما انا بسمح لنفسي انتقد مجتمعي حتى بعض المشايخ هو عايز الترند لان ده هيقبضه هيجي له الوسام بتاع ال 2 مليون وال 3 مليون فهي كلمه ليست لنصره دين الله. التاني بقى بيعمل ايه؟ عايز يعمل معالجه، اعمل معالجه وانا معاك، لكن هي المعالجه ما تجيش الا لما اجي انا كشيخ باليونيفورم الازهري واقعد في كافيه وعمال ابص نظرات محرمه لامراه الاصل ان هي على ذمه راجل تاني. هنا احنا محتاجين نقول كده ان ده نوع من الاصرار على تشويه مجتمعنا المصري ويقولك انا بعكس الواقع. طب بالله عليك اللي شاف المشهد ده في اي كافيه او كازينو او بار او مكان ليلي او دار للدعاره ان حد رايح باليونيفورم الازهري يقعد في اي مكان، يعني اعتراض حضرتك في النقطه انه كبشر هو بشر هو مش اله علشان ممكن يعني يحس بمشاعر لكن ما يرتديش زي اللي بيقول ان هذا زي هذا الشخص. تقدر تقدر تجيب القاضي بالوشاح بتاعه قاعد كده؟ ما تقدرش. لا. ليه؟ احنا خدنا على ان الدين بالنسبه لبعض الناس هو حيطه واطيه، ازاي ان انا اكل بيه عيش؟ ازاي؟ وعلى فكره كلا الفريقين بياكلوا عيش وهذا اكل مسموم، ده اكل مسموم من الطرفين. اللي بيطلع ويتخندق لي في خندق الدفاع عن الدين وكأن مصر بقت فيها مجازر ايه فريق الكفار وفريق المؤمنين. فريق المؤمنين بيعمل على اليوتيوب اعداد فبيقبض بالدولار وبيقبض باليورو، والغير ايضا بعد ما كان ابن مدرس بسيط او عامل بسيط او موظف بسيط بقى ملياردير. ليه؟ لاننا بناكل بالفكرة. ايش ابتدى يبقى في حضرتك زي كده نجمة الجماهير، نجمة مصر الاولى، بقى في اسد الدين، سيف مش عارفة، يعني بقى في القاب. الحقيقه انا يعني هذا المكان الجليل الازهر الشريف اللي له كل الاحترام وكل يعني التقدير، وهو يعني مصر هي الازهر، يعني انا يعني ما احبش ان الازهر أبداً. يبقى فيه برضو ايه مسميات كده، يعني تحب حضرتك نلقبك بايه النهارده؟ ما هي دي القضيه. وكمان ان انا لما اجي اعمل عمل وعارف ان المجتمع مش راضي احتمي بواحد ازهري ويقول لك ايه اي حد عنده اعتراض يجيني. من امتى ودي حاله فكريه في مصر؟ من امتى والفكر الوسطي المعتدل؟ ما احنا شفنا الاستاذ وحيد حامد وهو من هو عمل ما لا يعمل وعمل اعمال جليله جدا قدمت للوطن، والله قدم قراءه مستقبليه مستنيره لواقع كنا لسه ما عشناهوش. وان الناس دي لو وصلت هتعمل ايه؟ وهم من غبائهم لما وصلوا للحكم نفذوا كل اللي تنبأ بيه وحيد حامد. سبحان الله. ليه؟ لاني انا ادعي ان وحيد حامد اختلف اتفق معاه كان من الشخصيات اللي هي تعتبر ايه عندها ضمير مهني. أيوة. انا حبيب وطني وضمير وطني ووطني، وما كانش محتاج يدرى ورا شيخ من جامعه الازهر ويجيب يقول له ايه اوقف. يعني انا اما اجي اعمل انت عامل طرح، من حقي انا كمتلقي ان انا اقول للاستاذه نشوى ممكن اناقشك في العمل ده واخطئك في كذا وايدك في كذا، فهو يقول لك لا احنا جايبين واحد من الازهر مراجع العمل واللي عايز يعمل فيها ان هو ديك البرابر ويطلع يكلمنا يطلع يناظر. نظره ليه؟ طب ما حضرتك يا فندم يعني ايه المانع ان يحصل مناظره بين شيوخ تنتمي الى الازهر جميعا؟ يعني ولا في اي مانع، لكن انت 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 بتجند جنودك ليه؟ انت بتتكلم عن واقع، عايز تعمل معالجه للواقع تعال نعالج الواقع، لكن فكره الاسقاط على ان عالم الدين الازهري هو دايما المتهم وان دي سلطه مش عارف ايه وانها متراجعه وان هي هذا كلام على فكره لا يشجع على بيئه وسطيه صحيه. وعلى فكره يا ريت هم اللي هيدفعوا ثمنه، احنا اللي بندفع ثمن كوطن ولسه دافعين ثمن على مدار ثورتين لهذا الوطن الشريف. المجاهره بالمعصيه، انا حدود الاسلام علمني ايه؟ ان انا ماليش يعني هل هناك رد فعل اسلامي على واحد بياكل في الشارع؟ لا يوجد على فكره. لا ده الاسلام علمني ان لما واحد يشتمني في الشارع ربنا قال لي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه. مش واحد امن مطمئن قاعد بياكل في مطعم اروح اترازل عليه. حتى وانا بتصدى للاعمال الاجتماعيه وهي خطيره انا ما زلت بقول لك من باب الانصاف وانا على يقين ان ده هيتكتب لنا عند ربنا يا رب. الامر بيد الدوله، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لما واحده يبقى لها نفقه
ها هي ده مش ذنب مجاهر بيه ويسيبها كده هي وبناتها واولادها يقول لها كلي من التراب. اين الدور؟ اين القائم؟ اين من يتابع؟ يا اخي خد الفلوس بتاعت مرتبه من المنبع وابعتها للاولاد دول، لان وده اللي هيحكم لك عمليه ضبط الزواج، واللي بيتجوز 10 في وقت واحد واللي 20 واللي واللي واللي. هذه اعراض ننأى بانفسنا عن اننا نضيع. يعني سيدنا النبي يقول لك بحسب الانسان من الظلم ان يضيع من يعول. يعني اسوأ معصيه ترتكب ان انا اخلف واسيبهم في الشارع، اعاذنا الله. انا بشكرك، ربنا يحييك يعني رب. ربنا يكرم حضرتك وكتر الف خيرك، ربنا يبارك يعني دايما كده يعني بنستدعي حضرتك وحضرتك ما بتتاخرش علينا ابدا والله. كتر خيرك يا فندم دكتورنا، شرفتنا وانستنا. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد واحد وبنت البلد. سلام عليكم. اليوم يعني بنحيي اليوم العالمي لهبوط عضلة القلب. هبوط عضلة القلب اولا زاد جدا في معدلاته، وتاني حاجة اكتشافه وعلاجاته زادت جدا بالتالي، والتطور في العلاج في اخر 10 سنين او اخر يعني بالاخص اخر 10 أو 15 سنة مذهل. يعني كمية ادوية كتيرة جدا، كمية تكنولوجيا عالي جدا، فبقى المريض ما بيعانيش زي المعاناة بتاعت زمان. يعني طبعا كل انسان ما يتقدم في العمر بيبقى اكثر عرضة لاصابة بمرض القلب، فاحنا بنقول فوق سن 50 النسبة بتزيد قوي، لكن للأسف الشديد نظرا لانتشار التدخين والسمنة فالاصابة بمرض القلب دلوقتي بنشوفها في الشباب في سن الثلاثينات والاربعينات. هو حوالي 2% من البوبوليشن اللي هو الشعب، فتقدر تقول ان في مصر ممكن من 1.5 مليون ل 2 مليون مريض مصاب بقصور في عضلة القلب، وده عدد كبير الحقيقة. هي الأعراض اللي هو العيان بينهج، يعني أنا بمشي كل يوم متعود أمشي كيلو، جيت بعد 100 متر بقيت بنهج، أو بطلع شقتي في الدور الثالث جيت من أول دور بنهج، أو أنا بتعب بسرعة، أو رجلي بتورم، البطن بتنتفخ، كل دي أعراض بتشير إن شيء غير طبيعي، فلازم المريض يلجأ للطبيب الاختصاصي عشان يكشف عليه ويطلب الفحوصات المطلوبة. زي ما احنا عملنا النهارده في الندوه الكبيره دي، ان هي بتتجنب انك تعرف الاسباب، يعني مثلا ممنوع السجاير، انك الدهون لازم تعمل تشيك لو كان في عامل وراثي كل سنه او سنتين وتاخد علاجها، او الضغط برضو لازم قاتل الصمد ده يتعالج بارقام معينه مع الدكاتره، وده بعلاج منتظم، رياضه نص ساعه 5 أيام في الاسبوع او 3 أيام يبقوا يعني رياضه جامده شويه، او ان انت والوزن بتاعك يقل طبعا في طريقه الاكل عشان الدهون مهم جدا جدا. الحقيقه قصور عضله القلب هو مرض العصر اللي احنا بنسميه اكتر باللغه الدارجه هبوط عضله القلب، على راسها طبعا يعني الاهمال علاج قصور شرايين القلب واصابه الانسان بجلطات القلب الحاده اللي ما بتتعالجش في الساعات الذهبيه دي، بتخلي عضله القلب يحصل فيها هبوط وكفائتها بتنزل، اهمال علاج ضغط الدم، يعني بعض الحاجات اللي في الصمامات بتاعت القلب زي الارتجاع او الضيق بالصمامات، دي كلها من المسببات المشهوره. الحمد لله العلم بيتطور كل يوم عن التاني، وبقى في عندنا ادويه حديثه جدا بنقدر نكتبها لمرضى هبوط عضله القلب، بتحسن جدا 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 من الاعراض وبتحافظ على كفاءه العضله وبتحسن من يعني متوسط الاعمار بتاعت المرضى بفضل الله سبحانه.